احنا في تنسيق عمل مشترك من فلسطين هبطنا 5 خطوات ملموسه. قلنا اول حاجه مساعده او تصعيد التحركات ضد سفارات العدوان، معناها السفارات المشاركه في العدوان هذايا اللي هي بخلاف كيان صهيوني، عندك امريكا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، ايطاليا، وتزيدت عليهم اليابان والمانيا. قلت به هذا جزء اليوم التحرك هذا قدام سفاره امريكا، والبارح سفاره فرنسا، ومتواصله التحركات. هذا واحد لازم نوصلوا صوتنا انه مشاركتهم في العدوان هذايا لن تمر دون محاسبه على الاقل سياسيا ومعنويا. اثنين، ونحن ندعو الى مقاطعه البضائع نتاعهم خاصه الشركات الداعمه لاسرائيل. اثنين، المطلوب اليوم في تونس الان وفورا سن قانون يجرم كافه اشكال التطبيع. اللحظه اليوم مواتيه، واذا ما يصيرش سن القانون هذا لن تعود هذه اللحظه او تعود بعد فتره طويله. حماه الحمى يا حماه الحمى، هلموا هلموا لمشي الزمن، لقد سرقت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن.